انفجار مدوي وخطير ضرب الداخل الإيراني مرة أخرى، وهذا الانفجار وتفاصيل هذا الانفجار هو جاء إلى جنوب إيران في هذه النقطة الحمراء التي ترونها، وهذه المنطقة هي متمثلة بمدينة فيروز آباد التي هي طبعا مدينة مهمة جدا موجودة في محافظة فارس. هنا طبعا العراق والحدود العراقية، هذه الكويت، وهذا هو الخليج العربي. بالنسبة لهذه المدينة وما الذي جرى، الاستهداف والانفجار هو جاء مباشرة على إحدى المصانع القريبة التي تقع على بعد 35 كيلومترا من هذه المدينة. المصنع الذي نتحدث عنه هو مصنع فيروز آباد لصناعة أو لكربونات الصوديوم. إحدى الخزانات فيه انفجرت تماما، وبعد الانفجار كان هنالك انبعاثا للغازات السامة من هذا المصنع بحسب التصريحات الإيرانية الرسمية، وتحديدا مما هو قادم من المدير العام للهلال الأحمر في محافظة فارس. وبعد ذلك وبعد انتشار هذه الغازات السامة كان هنالك إصابات كثيرة جدا، نتحدث عن أكثر من 110 إصابة بسبب هذا الانفجار. وكذلك أن كانت هنالك أنباء قادمة من داخل مدينة فيروز آباد أكدت بأن هنالك 76 شخصا تقريبا تعرضوا للتسمم بسبب هذا الانفجار الذي نتحدث عنه، بل إلى درجة أن المدير العام للهلال الأحمر في محافظة فارس أكد أيضا بأن كان هنالك إغلاقا للطريق المؤدي من مدينة فيروز آباد إلى مدينة جام الموجودة بهذا الاتجاه، أغلقوا هذا الطريق تماما بسبب الغازات السامة التي انتشرت على هذا الطريق، ومن أجل حماية المدنيين بكل تأكيد. وكانت هنالك صورا قادمة، كانت هنالك مقاطعا قادمة لهذا الانفجار الذي ترونه بهذا الشكل. الانفجار كان مستمرا حتى صباح هذا اليوم بهذا الشكل، انبعاث الغازات كان خطيرا للغاية، وكانت هنالك حضورا كبيرا جدا من المواطنين، وكما تلاحظون هنالك زحاما كبيرا على مستشفى فيروز آباد بسبب التسمم والاختناقات الكبيرة التي جاءت على هذه المدينة. لم يكن هنالك وفيات، على الأقل على المستوى الرسمي لم يذكر أي وفيات أو قتلى بسبب ما جرى تجاه هذا الانفجار. وكذلك كانت هنالك صورا أخرى من اتجاهات أخرى لهذا الانفجار. لاحظ كم هو الانفجار لم يكن قليلا أبدا مما جرى يوم أمس في جنوب إيران. هذا الانفجار هو يدخل من ضمن الحوادث الغامضة التي تضرب إيران بشكل غريب للغاية، بل إنها وإن هذا الانفجار هو يأتي متزامنا مع الكثير من الحوادث الغامضة والخطيرة للغاية التي تمت في الفترة السابقة تجاه أهم الخبراء على مستوى الطائرات المسيرة، الصواريخ البالستية وصواريخ الكروز وحتى الخبراء النوويين، بل إن هنالك تطورات جديدة ومعلومات جديدة جاءت حول هذه الحوادث الغامضة التي طالت هؤلاء الخبراء الذين أتحدث عنهم، تبين بأنها كانت عمليات اغتيال ولم تكن كما قالت إيران بأنها حوادث. مثلا على سبيل المثال هنا أيوب انتظاري الخبير في المجال الصاروخي والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى هذا الرجل وهو كامران مولابور الخبير النووي الذي أيضا تسمم بحسب المعلومات، هو وأيوب انتظاري. أيوب انتظاري مات متسمما، وهذا الرجل مات متسمما أيضا في منشأة نطنز، هو يعمل في منشأة نطنز وأحد الخبراء النوويين المهمين. وبعد ذلك كانت الأنباء قد توقفت عند التسمم وانتهى الموضوع، ولكن المفاجأة في هذه القضية هو ما نشر من النيويورك تايمز يوم أمس حول هذه القضية من مصادر إيرانية. أبلغت النيويورك تايمز بأن إيران ترى بأن إسرائيل تقف خلف هذا الأمر تماما بعملية أدت إلى هذا التسمم وإلى وفاة هذين العنصرين المهمين في الداخل الإيراني. كذلك كانت هنالك معلومات نشرت اليوم من قبل إيران انترناشنال، وهي متعلقة بآخر عنصرين تعرضا أيضا إلى حوادث غامضة أدت إلى وفاتهما بشكل مباشر. نتحدث هنا عن محمد عبدوس الخبير الفضائي في سمنان. قالت إيران بشكل مباشر بأنه أثناء أداء مهامه توفي، وكذلك علي كماني وهو أحد الضباط المهمين أيضا في الوحدة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، أيضا قالت بأنه أثناء تأديته لمهامه وهو يقود سيارته تعرض إلى حادث، وانتهت الأمور إلى هذه الدرجة. إيران انترناشنال الآن بمصادر خاصة لها وجدت بشكل واضح وكشفت بأنها لم تكن عبارة عن حوادث عرضية أو حوادث عادية كما قالت إيران، وهذا ما أكدته إيران انترناشنال. قال مصدر مطلع لإيران انترناشنال يوم الاثنين أن علي كماني ومحمد عبدوس لم يقتلا في حادثتين كما زعمت السلطات الإيرانية، ولم تأتي في السبب وما الذي جرى، ولكن هي توضح تماما بأنها كانت عملية مدبرة، كانت عملية اغتيال
كالعمليات وعمليات الاغتيال التي طالت هؤلاء الخبراء في السابق، بل إن ما زاد الطين بلة هو تصريحات أمريكية بتعاون أمريكي مع إسرائيل تجاه المسائل النووية ووصول إيران وتقدم إيران إلى القنبلة النووية. وهذه جاءت على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قال: مستمرون بالعمل مع إسرائيل لمنع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية. بالتالي الصورة الآن أصبحت واضحة من خلال هذه المصادر التي نتحدث عنها. بل عند العودة إلى محمد عبدوس وعلي كماني، فكانت هنالك معلومات جديدة أيضا تحدثت عنها إيران إنترناشنال، بأن هذين العنصرين هم أساسا مرتبطين بشكل مباشر في السلاح الذي يرسل إلى حزب الله اللبناني، وهذا ما أكدته الإيران إنترناشنال على هذا الأساس. قالت: الضابطين المهندسين كانا يعملان في صناعة وتطوير السلاح لحزب الله في لبنان. ومسألة السلاح ونقل السلاح إلى حزب الله اللبناني تسببت في الفترة الأخيرة في مشكلة حقيقية جدا إلى سوريا. فهذا السلاح عادة الذي يعملون عليه ويطورونه أساسا في الداخل الإيراني، عادة يتم النقل جوا بالنسبة لهذه الأسلحة من الداخل الإيراني كما تلاحظ من طهران فوق الأجواء العراقية إلى سوريا وتحديدا إلى مطار دمشق الدولي، وبعدها ينقلون هذه الأسلحة برا إلى لبنان وتحديدا إلى حزب الله اللبناني. وعادة هذه الطائرات تأتي مسجلة تحت قشم فارس أو خطوط قشم فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني ولشحن الأسلحة. هنالك مصادر أجنبية جديدة تحدثت قبل 48 ساعة تقريبا بأن إيران بدأت تستخدم طائرات مدنية من أجل نقل أسلحة استراتيجية، وهذه الأسلحة الاستراتيجية أطلقوا عليها بأنها كاسرة التوازن، هي تعطي قوة وقدرة أكبر لحزب الله اللبناني من أجل مواجهة إسرائيل وردع إسرائيل مما ممكن أن تفعله تجاه جنوب لبنان أو حتى على المستوى السوري. وهذا ما استنفر الضربات الخطيرة التي جاءت من قبل إسرائيل إلى الداخل السوري، ونتحدث هنا عن مطار دمشق. إذا ما توجهنا إلى مطار دمشق مباشرة فقط لنعرف ما الذي جرى لهذا المطار الذي خرج عن الخدمة تماما بسبب الضربات الأخيرة التي جاءت قبل 4 أيام تقريبا. هذا هو مطار دمشق الذي ترونه، هذا هو الموقع أو القاعدة العسكرية في هذا المطار، وهذا هو المطار المدني الذي عادة ما تهبط فيه الطائرات المدنية بالإضافة إلى طائرات الشحن الإيرانية من نوع قشم أو حتى الطائرات المدنية التي تحدثنا عنها قبل قليل التي استخدمتها إيران في نقل أسلحة متقدمة للغاية. وبالتالي بالنسبة للهبوط لهذه الطائرات كان هنالك بالنسبة لهذه المدارج، هذا المدرج الأول وهذا المدرج الثاني، عادة هذه الطائرات تهبط بهذا الاتجاه أو تأتي إلى هذا المدرج واللي تهبط بهذا الاتجاه أو من هذا الاتجاه أو من هذا الاتجاه. بالتالي نحن لدينا 4 اتجاهات. كانت هنالك ضربة في 20 مايو الماضي بهذه المنطقة التي ترونها تقريبا، هي أدت إلى إغلاق الطريق تماما على الطائرات من الهبوط إلى هذه المنطقة. دعونا نقترب بهذا الاتجاه إلى هذا المدرج فقط لنأخذ الصورة بشكل أوضح بالنسبة للضربة التي جاءت في 20 مايو وحتى في 10 يونيو. بالتالي بالتوقف هنا في هذه المنطقة، فإن هذه المنطقة أساسا ضربت في مايو الماضي كما تحدثنا، توقفت مسألة هبوط الطائرات في هذا الاتجاه وبهذا الاتجاه بسبب قصر المسافة كما تعلمون، وكذلك الذي تم في 10 يونيو، أي بما معنى قبل 4 أيام كانت هنالك ضربات موزعة بهذا الشكل أنهت فرص الطائرات للهبوط بهذه المنطقة كما ترون. كذلك إذا ما توجهنا إلى المدرج الثاني وطبيعة الهبوط وشحن الطائرات الإيرانية التي نتحدث عنها، هذا هو المدرج الثاني الذي ترونه. الضربات التي جاءت في نفس اليوم قبل 4 أيام هي توزعت بهذا الشكل على هذه المنطقة، وبالتالي هي أغلقت أي فرص للطائرات لكي تهبط من هذا الاتجاه أو حتى من هذا الاتجاه. وهذا ما جعلنا جميعا أن نسمع إلى حقيقة مهمة، ألا وهي إغلاق مطار دمشق الدولي. وكان هنالك توثيقا بصور الأقمار الصناعية قادمة من إيمجسات إنترناشونال هي التي نشرت هذه التفاصيل. كما نلاحظ هنا 3 ضربات في هذا المدرج الذي ترونه السفلي، وهذا المدرج الذي تلاحظونه في 10 يونيو، ضربة هنا وضربة هنا وضربة هنا، وهذه الضربة القديمة بالتالي توقف، لم يعد هنالك مكان للطائرات لكي تهبط في هذه المنطقة. وهنالك أساسا مقارنة بين المدرجين قاربت إيمجسات إنترناشونال الصور كما تلاحظون، وواضح جدا الضربات لم تكن عادية أبدا، وبالتالي إسرائيل أوقفت عملية الشحن بهذا الشكل الذي نتحدث عنه. بل
أن هنالك معلومات جديدة كانت قادمة وقد نشرت من قبل صحيفة إيلاف. هذه الصحيفة الإخبارية نشرت من مصادر خطيرة للغاية بأن إسرائيل الآن غاضبة من مسألة شحن الأسلحة التي تأتي إلى حزب الله اللبناني وإلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران في الداخل السوري. الغضب القادم الإسرائيلي حول هذه القضية بحسب إيلاف بأنها الآن بدأت تهدد، وإسرائيل بدأت تهدد الرئيس السوري بشار الأسد وبضرب أحد القصور الموجودة في الداخل السوري إذا ما استمر بالسماح لهذه الطائرات وطائرات الشحن بالدخول إلى سوريا. بل إنها أيضا عكست بالنسبة لصحيفة إيلاف حقيقة مهمة جدا، وهي حقيقة أن إسرائيل لن تتعاون مع روسيا ولم تبلغ روسيا في الضربات التي تأتي في الداخل السوري، وهذا ما أكدته إيلاف على هذا الأساس من مصدر كبير. قالت إسرائيل بعثت برسالة للرئيس السوري بشار الأسد تحذره فيها من استمراره بالتستر على عمليات إيران في بلاده ونقل الأسلحة النوعية إلى سوريا، وأبلغته بأن أحد قصوره سيكون هدفا في الغارة المقبلة التي ستنفذها المقاتلات الإسرائيلية على سوريا. وأضافت فيما يتعلق بروسيا، إسرائيل بدأت تستعد لعمليات في العمق السوري من دون إبلاغ الجانب الروسي كما كان متبعا. وعندما نتحدث هنا عن القصور للرئيس السوري بشار الأسد فواحد من أبرز القصور، وهو القصر الذي تم تهديده قبل 3 سنوات أيضا إذا ما ابتعدنا قليلا بالقمر الصناعي وتوجهنا إلى جنوب غرب دمشق تقريبا سنتجه مباشرة إلى أحد أهم وأبرز القصور، وهو قصر الشعب السوري الذي ترونه هنا، والواضح بأنه هو المقصود تماما بحسب هذه المصادر التي تحدثت عنها إيلاف بكل تأكيد. بالتالي بالابتعاد لكي نرى لماذا هذا القصر ممكن أن يكون هدفا في الفترة القادمة بالنسبة لإسرائيل في ظل هذه التهديدات وعلى ذمة إيلاف. فهنا كما ترون هذه هي الجولان التي تلاحظونها، والقصر تقريبا يأتي بهذا الاتجاه على مسافة 44 كيلومترا أو أكثر قليلا، وبالتالي هو يعتبر هدفا بسيطا بالنسبة إليهم ومن ضمن عمليات إسرائيل عادة التي تؤدي إلى هذه الضربات في الداخل السوري. بالتالي نحن أمام تصعيد ليس بالعادي أبدا في الداخل السوري في ظل هذه التطورات وهذا الشحن الكبير الذي نتحدث عنه بكل تأكيد في الداخل السوري. كذلك بأن هنالك أيضا تحليقا، وهذه الأخبار السيئة بالنسبة لما يجري في ظل هذه الأنباء، هنالك تحليقا من أجهزة الاستخبار الإلكترونية الإسرائيلية من السرب 122 من نوعية النحشون شافت أو النحشون إيتام يوم أمس لمدة 3 ساعات. حلقت طائرات الاستخبار الإلكتروني بهذا الاتجاه وهي تراقب كل صغيرة وكبيرة تجاه دمشق في ظل التهديدات التي نتحدث عنها، وبالتالي الأمور ليست هادئة أبدا على مستوى شحن الأسلحة تحديدا إلى حزب الله اللبناني المرتبطة بالعناصر التي ماتت بحوادث غامضة، والواضح بأنها اختيلت بحسب هذه المصادر التي نتحدث عنها بكل تأكيد. المشكلة الحقيقية هنا بأن العراق متورط في مسألة شحن الأسلحة إلى الداخل السوري، وهذه جاءت بمعلومات مباشرة قادمة من قبل المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي وثق بشكل واضح يوم أمس بأن هنالك شحنة من صواريخ فجر 5 الإيرانية جاءت بإحدى العجلات وشاحنات تقدمت إلى الداخل السوري من داخل وعبر الحدود العراقية ووصلت إلى الميادين وتحديدا إلى منطقة المزارع، وقامت بدفن هذه الصواريخ في منطقة المزارع تحديدا. ويجب أن ننتبه بأن الميادين لا تبعد إلا 8 كيلومترا فقط عن قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة حقل العمر النفطي التي سبق وأن استهدفت من الميادين بشكل مباشر. وهذا التقرير والتقرير القادم طبعا من المرصد السوري لحقوق الإنسان يأتي مكملا لعدد من التقارير القادمة من وكالة عين الفرات التي تحدثت بأن هنالك شحنا للطائرات المسيرة، شحنا للصواريخ إلى البوكمال وكذلك إلى دير الزور، كلها قادمة من الداخل العراقي، وكذلك عناصر من الحرس الثوري الإيراني قادمين من تدمر تواجدوا في البوكمال. حتى أكدت بأن هنالك 40 منصة مزدوجة للصواريخ والراجمات الصاروخية هي أصبحت مهيئة في داخل الميادين وموجهة مباشرة إلى قاعدة حقل العمر النفطي التي يتواجد فيها طبعا التحالف الدولي كما ذكرنا. ويجب أن ننتبه هنا إلى أن مسألة روسيا ووضع روسيا في الداخل السوري على ما يبدو بأنها أثرت كثيرا على هذا الموقف واحتدام هذه المواقف
التي نراها في الداخل السوري، ويبدو بأن العراق بدأ ينخرط في هذه المسألة، وهذا طبعا قد يعتبر خطرا كبيرا جدا أيضا على الداخل العراقي بكل تأكيد في ظل هذه الصراعات التي نتحدث عنها. ولكن رغم كل هذه الظروف الصعبة على مستوى الملف النووي وغيرها من الأنباء، إلا أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية كان واضحا وأكد بأن الطاولة مفتوحة للمفاوضات، وأن المفاوضات مستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مع الدول الأوروبية بشكل خاص بالنسبة لإيران في المسألة النووية، وبالتالي هي لم تنتهي ولكن الضغط عالي بكل تأكيد.